كتب جديدة تملأ رفوف الصالون الدولي للكتاب، ولكن الأكيد أن الكثير لم يسمع عنها من قبل، فعملية الترويج للكتب في الجزائر في رأي البعض لا تواكب الإصدارات الجديدة، إشكال يدفع ثمنه الكاتب بالدرجة الأولى. ترويج للثقافة بصفة عامة والعمل الثقافي نصيبه ناقص فعلا، هذا ناقص. لو كان المؤلف ما يخدمش هو وحده واتصالات تاعو شخصية ويمشي يعني يروج كما لازم الحال، هو كما خطر يحب هو المنتوج تاعو لازم له يوصل لكتابه، لازم يوصل، خطر الأهمية غير هو اللي يعرفها شحال تعب عليه وشحال هذا باش يوصل للقارئ. الكتاب وإن كان منتوجاً فكرياً إلا أنه بمنطق السوق سلعة تستوجب الترويج لتصل إلى أكبر عدد ممكن من القراء. كان زوج مشاكل في الـ في الـ في, الـ في الكتاب، عند الكتاب إعلام نخبروا الكتب اللي تصدر باللغة العربية وباللغة الفرنسية، ولكن كاين النقطة الأخرى سان بوان نوار، نقطة سوداء، هو توزيع الكتاب على التيريتوار ناسيونال. مسؤولية الترويج للكتاب تقع على عاتق الناشر أولاً، إلا أن في رأي البعض الظروف الصعبة لدور الناشر في الجزائر تختزل الترويج للكتاب في أشكال وأساليب محدودة قد لا تصل إلى أكبر عدد ممكن من القراء. هذا يعني من عمل ومن صلاحيات دار النشر، تتحملها دار النشر. أي كتاب يخرج إلا يعني ثلث أيام بعد صدوره يكون عند الصحافة. أونك دار الجزائرية رانا نتبعوا التكنولوجيا، راهي الحاصل دوكا سور لي ريزو سوسيو، راه وني بارتو وني لا، وكل ما يكون سلعه جديده بون الناس بالك ماهمش على كما يقولوا اطلاع دائم بالمكتبات، ماهمش يزوروها، ماهمش يزوروا المكتبات يعني كما يقولوا دو فاسون، ما نقولوش كوتيديان مي او موان هبدومادار. انسان كيزور المكتبه خطره في الشهر يشوف واش كاين نوفوتي. وضمانا لرواج الكتاب بشكل تلقائي وتحقيق كسب مالي سريع، يفضل البعض من دور النشر التعامل مع الاسماء والاقلام المشهوره والتي ينتظر القارئ اصداراتها. كاين كتب وحدهم يمشوا، كاين كتب بعد مثلا انا عندي كتب تاع محمود المعمري ما كسرش راسي، كتب تاع محمود المعمري كلهم يمشوا عادي. وكاين بعض كتب مثلا كيما العام فدرنا كتاب تاع بلاد عبان سور لامور تاع عبان رمضان وحده مشى، خاطر الناس تعرف المؤلف وتعرف ديجا عنده كانوا عدو اصدارات قدم في الموضوع هذا. الكتاب الرابع داره عندي مشى ما شاء الله. ويبقى الترويج للكتاب عملية تحتاج إلى تكمل الجهود بين الناشر والكاتب وحتى القارئ.